تابع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سباق الأنجال للقدرة بمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وأنجال سموه الكرام. يأتي ذلك في إطار مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي ينظمه الاتحاد الملكي للفروسية وسباق القدرة خلال الفترة من 6 حتى 8 يناير الحالي 2022، وحرص جلالته على متابعة قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للسباق بمشاركة أنجال سموه الكرام. سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة ومتابعته سمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد الخليفة، كما شهد السباق مشاركة عدد من الفرسان من مختلف الإسطبلات المحلية. وأشاد جلالته حفظ الله بالدور البارز الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في المحافظة على الموروث الأصيل الذي يرتبط برياضات الفروسية، وحرص سموه الدائم على مواصلة ازدهار رياضة القدرة البحرينية، مؤكدا جلالته أن رياضة القدرة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم، وهو ما ساهم في حصول المملكة على العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية. وقال جلالته العاهل المفدى أن زرع الثقة في نفوس الناشئة يتواصل في سباقات القدرة، ويؤكد الرؤية الثاقبة التي يمتلكها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في سبيل تهيئة الأجواء المثالية للأنجال للانخراط في رياضات الفروسية وبالأخص القدرة. وأعرب جلالته يد الله عن تقديره لجهود رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة وكافة أعضاء الاتحاد واللجان في سبيل حرصهم على إبراز مختلف بطولات القدرة وتنظيمها بصورة مميزة تعكس قدرات الكفاءات البحرينية، متمنيا جلالته التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في السباقات القادمة. هذا وقاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مع أنجال سموه الكرام سباق الأنجال للقدرة لمسافة 40 كيلومتر في مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي ينظمه الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة خلال الفترة من 6 حتى 8 يناير الحالي بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على توجيه أنجال سموه سمو الشيخ هشيمة بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد الخليفة وبمشاركة عدد من الفرسان الصغار في مختلف الإسطبلات المحلية. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مكاسبا وأهدافا عدة تحققت بسباق الأنجال يأتي في مقدمتها زرع الثقة في نفوسهم واكتساب المزيد من الخبرات في القيادة الناجحة للجياد، إضافة إلى الاحتكاك والانسجام مع طبيعة الأجواء المختلفة لسباقات القدرة وإخراج مواهبهم وقدراتهم العالية في التحمل والقيادة.
مبينا سموه أنه حريص على دعم الأنجال من أجل مواصلة تشجيع الأطفال بالمشاركة في سباقات القدرة. وفي ختام السباق قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتتويج أنجال سموه الكرام، إضافة إلى تتويج وتكريم المشاركين في سباق الأنجال. سمو الشيخ ناصر، فرحة كبيرة عشناها اليوم في الواقع في هذا المهرجان الأنجال وقيادتك لهم في رؤية واقعية لكيفية تعامل الأب مع أنجاله. يعني في البداية الحقيقة هذا كان حلمي راودني من يوم ما بديت أركب بطولات القدرة والتحمل، لأنه يعني متى بيجي هاليوم إن شاء الله لأشوف عيالي أولا والعين بالخيل، وثانيا يشاركونا هذه المسيرة. واليوم الحمد لله يتأهلون أول تأهيلي يعني فعلي لهم. العام كان تشجيعي واليوم تأهيلي وبكل مراحل، والحمد لله خلصوا هذا التأهيلي. والجزء الأكبر من هذا النجاح ومن تحقيق هذا الحلم طبعا وجود ودعم وتشجيع المتواصل من سيدي حضرة صاحب الجلالة طول عمره. طول عمر، هل هذه تباشير وبشارة إلى الأنجال جميعا أن في المستقبل راح نشاهد بطولة على كأس سمو الشيخ ناصر للأنجال إن شاء الله؟ ما في شك، هم إن شاء الله على هذا النهج وعلى هذا المطاف، ونعودهم على المنافسة واحتمال الخسارة وفرص الفوز، فلازم يتعودون على هذه المشقة. ترى أنتم تشوفونهم اليوم خلصوا 40، لكن ما تعرفون كل يوم إيش كانوا يسوون في الاسطبل. كل يوم كانوا يتدربون وكانوا يعني يتحملون، وصارت عندهم نوع من التنافس، وصار بينهم بين نفسهم يعني طموح. فكل هذه الخطوات تبني بطل في المستقبل يتحمل ويواجه ويتقبل أيضا كل الظروف اللي يواجهها. طول عمر، متابعة سيدي جلالة الملك للفرسان لكم الله يسلمك هي رسالة واضحة بأن كل إنسان معطاء وصاحب عطاء في هذا البلد له تخدير. ما في شك، هو الداعم الأول والأخير لطول عمره، حتى اليوم موجودة ويانا نشطنا زود، تنشطت حتى خيلنا. فنحن يعني الحقيقة شاكرين وعاجزين عن وصف مشاعرنا تجاه سيدي حضرة صاحب الجلالة، لأن أنا واحد أحد مشاريعه، فما بالك ترى بعد أحفاده وترى أبناء وبنات مملكة البحرين. فالله يطول عمره، يعني هو الأول والأخير. طول عمر السبق القادم كسيدي جلالة الملك، واستعدادات وما أحب يقوله سمو الشيخ ناصر بهذه المناسبة. كأس الملك أغلى الكؤوس عندنا، نستعد لها بكل ما استطعنا من قوة، خيلنا جاهزة إن شاء الله ونفحمها ونجهزها ونتقبل المنافسة إن شاء الله. لو كانت في منافسة خارجية بنرحب بها، وإن ما كانت منافسة خارجية فإحنا إن شاء الله بيننا وبين بعض إن شاء الله بنأدي أفضل ما عندنا. هذا كأس غالي وإحنا جاهزين إن شاء الله.